السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، بعد الضجة العالمية اللي أحدثها فيديو الإمام وليد وتعامله برفق مع القطة، الآن بدأت أبواق الفتنة والحسد تخرج لتحاول النيل من الإمام وليد وحتى القطة مسلكتش منهم. لكن بما أن الله هو من منع على إمامنا وليد بهذه اللقطة، أكيد الانتصار يكون ليه. جبتلكم لقطة عجيبة كانت أمام أعين الجميع لم ينتبهوا لها. سبحان الله، أقوى رد على هؤلاء الحسد والمتآمرين راح يخليكم تفتخروا بالإمام وليد في الأخير. لكن في البداية حبيتكم كامل تهبطوا تحت، ديروا لايك، خلوا العالم كامل يشوف بركة ونور القرآن يشع من مساجد الجزائر. الآن هاد المصل اللي طلعت قطة فوق منه لأن شمت ريحة الدجاج في فمو. الان كما راكم تشوفوا شيوخ مراركة وبعض المحسوبين على الاسلام معاهم اعداء الدين اليهود كامل ارادوا اهانة الامام وليد بسبب وصوله العالمية، وايضا بسبب هذه اللقطة اللي دعم فيها فلسطين ضد المطبعين. شوفوا الفيديو دير لايك. لكن وكما قلت من قبل بأن من ينصره الله فلا غالب له، حتى في فيديو الإمام كانت كاينة علامة أو رسالة عجيبة في معجزة الإسلام ألا وهي القرآن. مش كي راني نقول معجزة يخرجوا لي جماعة يقولوا كيفاش راني نقول معجزة الإسلام، معجزة الإسلام هي القرآن. اسمعوا الآية الكريمة اللي قالها الإمام وليد لحظة قفز القطة على كتفه. قبل ما نقراكم تفسير ابن كثير للآية، هذا القرآن كلام الله راه يخاطب في أصحاب الظن أصحاب الفتنة لحظة قفز القطة على كتف الإمام. القرآن قال لهم وأنتم إلا تخرصون، ولأن القرآن صالح لكل الأزمان فهذه وكأنها رسالة لأعداء وأصحاب الظن اللي هاجموا الإمام الجزائري، ولأن الله من عليه بهذه الكرامة والضجة العالمية وهذا الانتصار. حتى في الآية اللي نطقها كان يرد على أعداء الدين وحساده من الغيورين الذين سيظهرون. فسبحان الله العزيز الكريم، نصره الله بفيديو حقق انتشار عالمي. الإمام وليد مش محتاج قاع يسمع لهذو أو يشوفهم أصلا، وسائل إعلام أجنبية أحب تدير معه مقابلات هو رفض ذلك. سبحان الله، أخرسهم بفيديو من ثواني. الحمد لله، وإليكم تفسير ابن كثير اللي حب يقرأ رأي منكم. وفي الأخير السلام عليكم.